بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية بتتكلم عن القيمة الاقتصادية المضافة. الحقيقة مفهوم القيمة الاقتصادية المضافة من المفاهيم الحديثة المهمة جدا اللي احنا بنستعملها، وأصبحنا بنفضلها عن مؤشر العائد على الأصول أو العائد على المبيعات أو العائد على حقوق الملكية. طبعا المؤشرات دي فيها بعض المشكلات، إن منها مؤشرات تاريخية وفي بعض المؤشرات بتعتمد على قوائم مالية ليها بيانات تاريخية. فإحنا أصبحنا الحقيقة في الوقت الحالي الكل دلوقتي بيشتغل بالقيمة الاقتصادية المضافة، زي ما قلت إن المؤشرات اللي إحنا ذكرناها اتعرضت لانتقادات شديدة جدا لأنها بتعتمد على أرقام محاسبية، والأرقام المحاسبية دي بتختلف باختلاف السياسات المحاسبية اللي هي بتبقى قايمة على أساس الاستحقاق، فبالتالي بيخش فيها جزء كبير من التقدير والحكم الشخصي. وممكن طبعا الممارسات المحاسبية يحصل فيها تلاعب، وبالتالي النسب المالية دي بتبقى فيها نتائج مضللة. كمان في ان بعض الناس بيشوفوا ان النسب دي ما بتقدرش تكشف عن اذا كانت جهود الاداره هي ساهمت فعلا في تعظيم ثروه الملاك او ان هي بددت ثروه الملاك. فاذا معدل العائد المحاسبي بننتقده لان هو ما بيقدرش يقيس الربح الاقتصادي. فبرضه نسب الربحيه مهما كانت قيمتها كبيره ما بتقدرش معيش دليل على الزيادة اللي حصلت في ثروة الملاك. الأهم من ده كله إن هي ما بتاخدش في الحسبان تكلفة الأموال، يعني هي بتاخد في الاعتبار بس حجم الفلوس اللي اتصرفت، لكن الأموال دي عشان أحصل عليها كلفتني قد إيه هي ما بتظهرش النقطة دي. برضو المخاطر اللي بتتعرض ليها الربحية المحققة، كل دي ملاحظات مهمة جداً ما بتاخدهاش النسب التقليدية. فعشان كده ابتدينا نعتمد على مؤشر حديث وجديد اللي هو مؤشر الخاص بالقيمة الاقتصادية المضافة. طبعا بعض المستثمرين بيهتموا بالتغيرات في القيمة الاقتصادية، ففي بعض المستثمرين اعتمدوا على مقاييس السوق، وفي بعض المستثمرين بيعتمدوا على مقاييس الدفترية. وعشان كده مدخل القيمة الاقتصادية المضافة أثبت وجوده في إن هو قدر فعلا يقيس لي كفاءة الإدارة على أساس تحقيق، على أساس قدرتها بإنها تعمل عائد للملاك أكبر من تكلفة كافة الأموال اللي هي اعتمدت عليها. من ناحية أخرى في الأسواق الناشئة وغير كفء طبعا منها السوق المصرية، بنلاقي ان مش بالضروري ان حركة الاسهم تكون مرتبطة باداء الشركات لانها اساسا سوق غير كفء، فممكن الشركات يكون ادائها جيد وبالرغم من كده حركة الاسهم واسعار الاسهم لا تعبر عن هذا الاداء الجيد. فاذا لقينا شركة اللي هي ستيرن ستيوارت عملت المقياس اللي هو القيمة الاقتصادية المضافة، وإن هو عبارة عن الربح التشغيلي بعد الضريبة مطروح منه التكلفة المرجحة للأموال وفقا لهذه المعادلة. طبعا التكلفة المرجحة للأموال بتتضرب في رأس المال المستثمر. زي ما احنا شايفين المؤشر ده فيه ثلاث مقاييس. أنا هخش على طول على المعادلة لأن المعادلة مهمة جدا. المعادلة دي لو بصينا لها هنلاقي إن فيها ثلاث محددات. المحدد الأولاني اللي هو الربح التشغيلي بعد الضريبة، والمحدد الثاني التكلفة المرجحة للأموال، والمحدد الثالث رأس المال المستثمر.
طيب عايز أشوف إزاي بحسب كل واحد. الربح التشغيلي بعد الضريبة ده معروف إن هو بيتجاب من قائمة الدخل، بيبقى عندي إيراد المبيعات وبشيل منه تكلفة المبيعات الثابتة والمتغيرة وبشيل الفوائد وبشيل كل حاجة، وبعدين بوصل للربح التشغيلي بعد الضريبة. رأس المال المستثمر ده المتغير التاني عبارة عن صافي الأصول الثابتة، ولما أقول صافي الأصول الثابتة يبقى أنا بتكلم على الأصول الثابتة ناقص الإهلاك، مضاف إليها الفرق ما بين الأصول المتداولة التشغيلية والخصوم المتداولة التشغيلية. بمعنى أن أنا عندي أصول متداولة بستخدمها لسداد الخصوم المتداولة، لو الأصول المتداولة غطت الخصوم المتداولة التشغيلية واتبقى منها مبلغ، المبلغ ده اللي هو الفرق بين الاتنين هو ده اللي بضيفه على الأصول الثابتة. نيجي للمتغير الثالث، احنا قلنا ان هما 3 متغيرات. المتغير الثالث اللي هو التكلفة المرجحة للأموال. يعني ايه التكلفة المرجحة للأموال؟ احنا قلنا ان الشركة في الدرس بتاع تكلفة الأموال، وان الشركة لما بتعتمد على اكثر من مصدر في التمويل فالمفروض في الحالة دي عشان احسب تكلفة الأموال كلها بعمل الآتي. قاعدة بتقول لي الآتي: برجح تكلفة كل مصدر على حسب الأهمية النسبية أو على حسب الوزن النسبي بتاعه. يعني عندي مثلا تكلفة القروض بتضرب في الوزن النسبي للقروض، زائد تكلفة الأموال المملوكة مضروبة في الوزن النسبي للأموال المملوكة. بجمع الرقمين في النهاية بيديني التكلفة المرجحة للأموال. تكلفة القروض نخلي بالنا إن هي طالما في ضريبة عندي، يبقى لازم أضرب سعر الفايدة في مكمل الضريبة أو في 1 ناقص سعر الضريبة. تكلفة الأموال المملوكة ما بتتحسبش غير بنموذج الكاب إم، اللي هو عبارة عن معدل العائد الخالي من الخطر زائد معامل بيتا مضروب في الفرق ما بين عائد المحفظة ناقص العائد الخالي من الخطر. المعادلة دي بتقول الآتي: إن أنا عشان أحدد العائد اللي بيطلبه أي مستثمر من الشركة، الأول بشوف العائد الخالي من الخطر في السوق كام. يعني لو قلنا مثلا إن الفايدة بتاعت البنوك تعتبر عائد خالي من الخطر، طب البنوك بتدي 10%، يبقى إذن العائد الخالي من الخطر هنا كام؟ 10%. فباجي أقول للشركة اللي هستثمر فيها: خلي بالك العائد اللي أنا طالباه عبارة عن الآتي: نمرة 1 تديني 10% زي البنوك، زائد جزء تاني هيتضاف على 10% اللي هو بنسميه بدل المخاطرة، كتعويض عن المخاطرة اللي موجودة في هذا المشروع. ما أنا مش حاطة فلوسي في بنك، أنا حاطها في مشروع، فإذا المشروع ده مش مفروض يديني زي عائد البنك، لازم يديني أكتر. طب أكتر دي بقد إيه؟ دي اللي بنسميها بدل المخاطرة. طيب بدل المخاطرة ده بيتحسب إزاي؟ اللي هو الجزء التاني من المعادلة. عندي هنا الجزء التاني من المعادلة مكتوب معامل بيتا في متوسط عائد محفظة السوق ناقص العائد الخالي من الخطر. طب العائد الخالي من الخطر أنا شرحته. طب متوسط عائد المحفظة السوداء بيجي إزاي؟ أنا بتخيل كده الاستثمارات اللي موجودة في السوق، حسبت العائد بتاعها وقسمته على عددها مثلا، فيديني حاجة اسمها متوسط محفظة عائد محفظة السوق. لو قلنا مثلا العائد الخالي من الخطر ومتوسط العائد بتاع الاستثمارات اللي في السوق 20%، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان السوق بيطلب زيادة، الاستثمارات اللي في السوق في المتوسط بتطلب زيادة عن العائد الخالي بنسبة كام؟ 10%. طب امال بيتا هنا دخلت تعمل ايه؟ بيتا هنا بتقول لي الاستثمار بتاعي بالنسبة لاستثمارات السوق
هو قد ايه منها؟ هل هو زيها؟ والله لو هو واحد يعني معنى كده ان هو زيها، يبقى هيطلب برضو نفس بدل المخاطرة. لو هو 5/10 يعني نص، يبقى يطلب نص بدل المخاطرة اللي بتطلبه استثمارات السوق. لو هو معامل بيتا ده 2، يبقى يطلب ضعف بدل المخاطرة اللي بتطلبه استثمارات الايه السوق. يبقى تاني نخلي بالنا ان انا عندي متوسط عائد محفظة السوق ناقص العائد الخالي من الخطر بيديني بدل المخاطرة اللي بتطلبه استثمارات السوق. طب انا بدل المخاطرة بتاعتي ده احسبه ازاي؟ قال لك شوف انت بالنسبة للسوق قد ايه، قد ايه دي بيفسرها معامل بيتا. لو انا مخاطرتي زي مخاطر الاستثمارات اللي في السوق، يبقى هنا بيتا بواحد. لو انا مخاطرتي نص استثمارات السوق، يبقى اذا بيتا هنا بنص. لو انا مخاطرتي ضعف المخاطر الاستثمارات اللي موجودة في السوق، يبقى انا عندي بيتا هنا ايه باتنين. دول الثلاث متغيرات المهمين جدا اللي انا بعتمد عليهم عشان احسب القيمة الاقتصادية المضافة. عندي بعد كده القيمة السوقية المضافة. القيمة السوقية المضافة هي قريبة من القيمة السوقية على القيمة الدفترية اللي خدناها قبل كده المحاضرة اللي فاتت، لما كنت بقسم القيمة السوقية على القيمة الدفترية. لا المرة دي أنا مش هقسم، المرة دي هطرح، فأقول القيمة السوقية ناقص القيمة الإيه الدفترية. وطبعا كل ما زاد سعر السهم في السوق عن قيمته في الدفاتر، يبقى إذن ده هيضيف إلى ثروة الملاك. طيب الجزء النظري اللي عندنا بعد كده بيتكلم عن العوامل المؤثرة في القيمة السوقية المضافة، بيتكلم عن المميزات القيمة الاقتصادية. دي كلها نقط للقراءة فقط. أنا اللي يهمني في القيمة الاقتصادية المضافة إزاي بنحسبها، إزاي بنحسب. طيب عشان أشوف إزاي بنحسب القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة، هناخد مثال. طيب نشوف المثال اللي عندنا. مثال بيقول فيما يلي بعد القيم المأخوذة من حسابات المؤسسة العربية للمقاولات، والمطلوب تقييم أداء الشركة عن طريق القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة. عندي الربح التشغيلي بعد الضريبة جاهز في التمرين 700 مليون، صافي الأصول الثابتة 870 مليون، الأصول المتداولة التشغيلية 420 مليون، الخصوم المتداولة التشغيلية 315 مليون، الديون 400، حق الملكية 600. طبعا أنا عندي هنا أول حاجة من ضمن البيانات معامل بيتا 1.5، العائد على محفظة السوق 16%، الضريبة 20%، العائد. نحسب القيمة الاقتصادية المضافة. عندي هنا المعادلة الأساسية الربح التشغيلي بعد الضريبة ناقص التكلفة المرجحة للأموال في رأس المال المستثمر. الربح التشغيلي بعد الضريبة اللي هو مديوني في التمرين 700، والتكلفة المرجحة للأموال زي ما قلنا طالما أنا اعتمدت على أكتر من مصدر في التمويل، فهرجح تكلفة كل مصدر على حسب الوزن النسبي بتاعه. عندي قروض وعندي أموال مملوكة. القروض الوزن النسبي بتاعها هيبقى 400 على 400 زائد 600 في 12% في مكمل الضريبة طالما الشركة بتخضع لضريبة 20%. بالنسبة للجزء الثاني عندي الأموال المملوكة الوزن النسبي بتاعها 600 على 400 زائد 600 في تكلفة الأموال المملوكة اللي هي هتبقى العائد الخالي من الخطر زائد بيتا مضروبة في عائد محفظة السوق ناقص العائد الخالي.
لما بنحل كل الأرقام اللي موجودة عندنا دي هيطلع التكلفة المرجحة للأموال 15.84%، معناها إن كل 100 جنيه من الأموال اللي أنا حصلت عليها كلفتني 15.84%. رأس المال المستثمر لما بنيجي نحسبه، احنا قلنا قبل كده ان هو عبارة عن صافي الأصول الثابتة، ولما أقول صافي الأصول الثابتة يبقى أنا بتكلم عن الأصول الثابتة ناقص مخصص الإهلاك، وده موجود عندي جاهز في التمرين اللي هو 870 زائد الفرق ما بين الأصول المتداولة التشغيلية والخصوم المتداولة التشغيلية. طلع الناتج في النهاية 975. لما أجي أحسب بقى القيمة الاقتصادية المضافة كل الأرقام بقت جاهزة عندي، يبقى عندي هنا 700 اللي هو ربح التشغيل بعد الضريبة ناقص رأس المال المستثمر في تكلفة الأموال المرجحة، هيطلع الناتج رقم موجب اللي هو 545.56%. طبعا عندي هنا الإيبا طلعت رقم موجب في الحالة دي، يبقى إذن ده معناها إن هي أكبر من تكلفة الاستثمار، وبالتالي ده مؤشر لزيادة ثروة الملاك. عايز أحسب كمان القيمة السوقية المضافة، دي عبارة عن القيمة السوقية ناقص القيمة الدفترية. القيمة السوقية للأسهم كلها عبارة عن عدد الأسهم اللي هم 150 مليون سهم في سعر السهم الواحد ناقص القيمة الدفترية. أنا مديالك في التمرين في المعطيات قايلها لك إن قيمة حقوق الملكية 600 مليون، يبقى 150 × 15 ناقص 600 مليون هيطلع الناتج 1650. برضو الناتج طلع عندي رقم موجب، فده معناه إن في زيادة في ثروة الملاك. طبعا واضح هنا إن المؤشرات الحديثة زي القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة ليها إيجابيات كتيرة. من أهم الإيجابيات دي إنها بتبين لي العوائد الحقيقية لاستخدام رأس المال المستثمر. ثانيا بتعترف بأهمية الأخذ في الاعتبار بتكلفة الأموال سواء كانت أموال مملوكة أو أموال مقترضة. ثالثا بتبين لي ثروة الملاك الحقيقية، وبتخفض مشاكل الوكالة لأنها بتخلي المدير بتحفزه وبتخليه إن هو يعمل كما لو كان من ضمن ملاك الشركة. المؤشرات دي من ضمن المؤشرات الحقيقة الحديثة اللي أصبح بيتم التعامل معها، وأصبحت إنها بتفضل بصورة كبيرة جدا عن المؤشرات التقليدية اللي هي ذكرناها قبل كده اللي هي زي معدل عائد الحقيقة الملكية ومعدل عائد الأصول. وبيفضل دائما في الشركات الكبيرة والحديثة استخدام القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة. كده يبقى احنا ذكرنا أهم المؤشرات اللي هي بتستخدم في تقييم الأسهم، على حيث إن المستثمر لما بيجي ياخد قرار للاستثمار بياخده على أساس سليم، لأن أنا مقدرش أشتري سهم في السوق إلا لما أقيمه الأول وأشوف قيمته الحقيقية هو يساوي كام. فبيفضل دايما إن احنا ننظر لهذه المؤشرات في عملية التقييم.